هذا اجتهاد متواضع درناه بعد النجاح ديال الجزء الاول اللي اكيد وبدون شك اعجب المشاهدين المغاربه، وكان اول فيلم اللي كتجي جائزه مع صاحب الجلاله نصره الله، وهذا من الاشياء اللي خلاتنا اننا نفكروا في الجزء الثاني. فنتمنى انها تكون واحد الفرجه، واحد لابارودي شعبيه مغربيه مليئه بالسخريه كما العاده. دعيو معنا تكون ان شاء الله، وخصها بزاف، راه خص ما تكونش هاد القنب اللي بيني وبينك، وخصنا واحد الساعه ولا جوج. طرائف عديده كتبقى بطبيعه الحال، ما يمكن لياش نستحضرها دابا. في اخبارك فيا الخلعه، والله العظيم فيلم تصور شحال هادي وانا باقي دابا كنتفتي. هي الخط الرئيسي الاساسي بقى، من الممثلين كلهم مغيرين. علاش؟ لان الممثلين الاخرين كانوا مجرد دي باساجي، كانوا راكبين في الطاكسي، لكن المشكل اللي كان وقع ما بين رئيس العصابه ابو عوينه وبين علا سائق الطاكسي، فانا اللي كنت بيعت به وانا اللي كنت سبب باش يتشد. فمني خرج حلف بحلوفه تيشدني، وما غاديش نحرق لك الامور كلها.